كشفت وكالة أسوشيتد بريس عن اتفاقات سرية عقدتها كل من السعودية والإمارات مع تنظيم القاعدة في اليمن. وفي تحقيق نشرته أكدت الوكالة أن الرياض وأبوظبي دفعتا الأموال لعناصر تنظيم القاعدة مقابل خروجها من مناطق سيطرت عليها في أرجاء مختلفة من اليمن. وأضافت الوكالة أن الأمر تعدى ذلك مع قيام قوات مدعومة من التحالف العربي بتجنيد مسلحين من القاعدة في قتالهم ضد الحوثيين. في هذه الصور التي تعود لعام 2015 لا يبدو أن أمرا ما كان يقلق مسير مسلحي القاعدة هنا في تعز، لكن حينما تشتد طاحونة الدم فستكون للمواجهة تحالفاتها بل مبادئها المغايرة تماما. سنتحد مع الشيطان لمواجهة مطلقي الصواريخ، هكذا رد قادة الميليشيات المدعومة إماراتيا على طلب مسؤول حكومي في تعز بعدم تجنيد مسلحين سابقين في تنظيم القاعدة. وكالة أسوشيتد بريس تبحث في الرواية. تقصت خيوط اتفاق إماراتي سعودي مع تنظيم القاعدة في اليمن باركه الأمريكيون، بل كانوا يشرعون بابا للتحالف مع القاعدة بمسوغ التغلغل الإيراني هنا. الأمريكان على اطلاع بكل ما يدور، وأكثر مما نعلم نحن وأكثر مما نعرف هم عارفين كل شيء، وكانوا على علم بالوساطة هذه أول بأول وخطوة بخطوة. ما تقوم به واشنطن هناك يساعد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. تنقل وكالة أسوشيتد بريس عن محلل استخباراتي أمريكي، فالأمر يقلق الجيش الأمريكي وينبه لنفاق أمريكي صارخ. في الحرب الأهلية اليمنية هناك توافق في المصالح الأمريكية ومصالح القاعدة، الحوثيون هم عدونا المشترك. قريبا ربما سيقول الأمريكيون إن القاعدة لم تفعل فعلتها هنا في 11 من سبتمبر، ولم يكن هذا الرجل إرهابيا حسب ما كان يرى الأمريكيون. حينما ينظر لطبيعة زواج مصلحة واحدة بين القاعدة والتحالف العربي المدعوم أمريكيا على أرض اليمن، تبدو المهمة الأكبر للحلفاء على مختلف مشاربهم كسب الحرب ضد الحوثيين فحسب. الحزام الأمني بقبضة قضيضة، ما حد قتل، حد قال قتل ما فيش. هكذا نفذ الاتفاق وخرج التنظيم سالما بأسلحته من مناطق نفوذه في المكلا الساحلية وسبع مديريات في محافظة أبين وشبوة وتعز، فبقوة المال الإماراتي حقنت دماء القاعدة. الحمد وشكرا وخرج من محافظة أبين كامل ورقبة. الاتفاقية تضمنت بندا ينص على ضم 10,000 من رجال القبائل المحليين بما في ذلك 250 من مقاتلي القاعدة إلى الحزام الأمني، القوة اليمنية المدعومة من الإمارات في المنطقة. يعيدون ترتيب صفوف القاعدة بالمال والسلاح بمسميات ميليشياوية جديدة. ويقول قائل من أهل اليمن: سنتخلص بالمال الإماراتي والسعودي من شعار كهذا. من أجل وضع تعريف جديد للقاعدة وإعادة تدوير أناشيد كهذه. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء ناصر الربيعي الخبير في شؤون الجماعات المسلحة. أهلا بك سيد ناصر إلى العربي اليوم. إذا هذا الموضوع يفتح أمامنا نقاش حول نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى تتعلق بماذا تختلف هذه المرة تعامل التحالف العربي ودفعه الأموال لتنظيم القاعدة في اليمن عن غيره من التعاملات الأخرى التي قامت بها دول عديدة سواء في الشرق الأوسط أو حتى أمريكا من خلال دفعها أموالا للقاعدة. والنقطة الثانية التي تتعلق بالأيديولوجية الخاصة بالقاعدة نفسها والتي تسمح لها بقبول التعاملات المادية مع من تعتبرهم أعداء لها. شكرا لكم. أولا هذا التقرير ليس فيه جديد بالنسبة للواقع هنا في اليمن، وربما الجديد هو أنه أتى من أمريكا من أسوشيتد بريس، فنشكرها لأنها ساعدتنا على شيء نعرفه منذ 4 سنوات. نعرف تماما بأن من يحارب مع السعودية والإمارات في اليمن هي القاعدة وداعش،
وبالمال السعودي وبالمال الإماراتي وبالسلاح الأمريكي وبمماركة من القادة الثلاثة. هذه ليس فيها جديد، إن ناشدنا وتحدثنا عن حقيقة نعرفها تماما، لأننا نعرف بأنه لا يوجد من يقاتل على الأرض مع السعودية والإمارات في اليمن غير القاعدة وداعش أو بعض المرتزقة. طيب، من ولكن هنا أفريقيا ولكن التقرير لم يتحدث عن أعداد كبيرة، هناك أعداد كبيرة من القوى الشرعية التي تقاتل في اليمن، وأعداد من ينتمون إلى تنظيم القاعدة والتي تحدث عنهم التقرير هي أعداد قليلة جدا، وأيضا جاءت بالتوافق ومباركة زعماء بعض القبائل والحديث عن أنه بعض أعضائها هذا التنظيم انسحبوا من هذا التنظيم بعد الانضمام للقتال. نعم، ما عرفه الناس وما عرفتموه اليوم من هذا التقرير هو قطرة في محيط كبير. أؤكد لك كمتابع لما يحصل في اليمن أن كل من يقاتل على الأرض مع السعودية والإمارات هم من القاعدة وداعش ومن يتعاطفون معهم، أما من يقاتل معهم من اليمنيين فهم يذهبون من أجل الراتب والسلاح وبيعه ثاني يوم، وهذه حقيقة يعرفها الصغير والكبير هنا. أستاذ ناصر، حضرتك تحصر الآن الموقف والحرب القائمة في اليمن جميعها فقط بموضوع القاعدة، وتنفي بأن هناك قوى شرعية وأن هناك جزء من الشعب اليمني يطالب بعودة هذه الشرعية، وبأن هناك قتال مباشر مع الحوثيين بين طرفين من الشعب اليمني، وليس الأمر محصور بموضوع تنظيم القاعدة. ولكن النقطة الأساسية التي نود فهمها هنا حضرتك كخبير جماعات مسلحة من هذا النوع، على أي أساس تقبل القاعدة بأخذ أموال من أجل الانسحاب من مناطق كانت تسيطر عليها لصالح التحالف العربي؟ على أي أساس في الأيديولوجية بالنسبة لتنظيم القاعدة؟ أولا أريد أن أضيف شيئا لأنك قلت لماذا أحصر. أقول لك بأن نقطة مهمة لم أذكرها وأذكركم أيضا العالم يعرفها، أن قادة القاعدة وداعش يوجدون في فنادق الرياض الفارهة، وهم أيضا مصنفون في القائمة الأمريكية والإماراتية والسعودية والأمم المتحدة، وبعضهم مصنفون في جميع هذه القوائم، وهم من يوجهون أعضاءهم في على الأرض في القتال. أما ما ذكرتي لماذا القاعدة تفعل هكذا، ليس القاعدة كلها الآن من فعلت ذلك، لكن هم يعرفون تماما، لأن اليد العليا مع من يقاتل على الأرض هي القاعدة، وبالتالي هم يعرفون أن زمام الأمور ماسك بأيديهم، وبالتالي لا بأس بأن يعملون ذلك، وخاصة بأنهم يتلقون معلومات لمجتمع يعني لجزء كبير من المجتمع الذي هو يشارك في هذا القتال بشكل كبير. وبرأيك لماذا لجأ المجتمع السني، وإذا كنت تعتبر كذلك، للتحالف بشكل أو بآخر مع القاعدة ضد الحوثيين في اليمن؟ ليس هذا شعار ليس كل من يحارب الآن ضد السعودية والإمارات هو شيعة يا أختي العزيزة، لكن هذا شعار يفيد التوجه السعودي الإماراتي الأمريكي في أن يتحدثون عن سنة وشيعة، ليس الأمر كذلك على الإطلاق. الحرب في الحقيقة هي بدأتها السعودية والإمارات ليس من أجل إعادة الشرعية، لم يعد أحد يفكر على الإطلاق باليمن ولا في غير اليمن بعد 4 سنوات أن السعودية أتت من أجل إعادة الشرعية في اليمن، هذا كلام لم يعد صحيحا ولم يعد معقولا على الإطلاق. الكل يعرف أن الشرعية أو ما يسمونها الشرعية هناك لا يجد أين ينام، هناك في عدن، فأين الشرعية التي يتحدث عنها الإمارات والسعودية؟ إنما هي مبررات أخرى. هناك أيضا وصلت فكرتك، أشكرك من صنعاء ناصر الربيعي الخبير في شؤون الجماعات المسلحة.